الأخير. خلينا بقى نروح لزميلنا فاروق صلاح من أرض الملعب، أو كان حاضر تدريب النهاردة معسكر الأهلي. خلينا نشوف إيه اللي حصل في معسكر الأهلي بعد انتهاء التدريب. يا فاروق إزيك؟ تحياتي لحضرتك كابتن إسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. ماذا حدث اليوم خصوصا في ظل وجود أحد النجوم النجم الكبير الكابتن وائل جمعة في ومؤازرته للنادي الأهلي في قبل مباراته الهامة جدا غدا إن شاء الله؟ خليني أقول لحضرتك كابتن إسلام، يعني حضرتك من الجيل العاشر ولعب مع الكابتن وائل جمعة، وقيمة وائل جمعة وإحساسه بقيمة ومكانة النادي الأهلي. كابتن وائل كان ليه تصريح قال ما ينفعش ان انا اكون في وقت قريب وموجود واجي اساند واقف جنب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فضله علينا كبير وكلنا وكلنا يعني عارفين قيمه ومكانه النادي الاهلي. طبعا النهارده كان المران الاخير، الجميع اللاعبين والجهاز الفني تفاجئوا بوجود الكابتن سيد لانه كان موجود قبل الفريق ما يوصل لارض الملعب. يعني من الامور المهمه ان الكابتن وائل كان موجود في ارض الملعب قبل وصول لاعبي الفريق لارض الملعب. دخل الجهاز الفني والفريق، تفاجئوا بالكابتن وائل جمعه، حاله من السعاده وحاله من الثقه بتسود المعسكر الاهلاوي. كابتن وائل جمعه تبادل اطراف الحديث والذكريات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن احمد فتحي والكابتن وليد سليمان. لانهم متعودين على الماتشات دي اصلا، خلي بالك يعني الطقم اللي انت بتقول عليه ده كله متعود على الماتشات دي يعني، وياما كسب الماتشات دي. يعني بعض الامور يا كابتن اسلام، الكابتن وائل جمعه في بدايه كلامه مع كان بيتكلم مع الكابتن رامي ربيعه وبيفكروا بيقول له انا لعبت مباراه الـ6-1، وبيسترجع ذكريات لقاء الـ6-1 والتفاصيل مباراه القمه. يعني كمان الكابتن وائل بعض الكلام اللي قاله ان مباراه الاهلي والزمالك بتبقى ليها قيمه جماهيريه طبعا، حتى وان انتهت البطوله بفوز النادي الاهلي وتتويجه بطلا للبطوله. الشيء الثاني اللي كان هام جدا يا كابتن اسلام اقول لحضرتك ان الكابتن الخلوق طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود والكابتن محمد حليم كانوا متواجدين في بالقرب من مقر او الملعب اللي بيؤدي عليه النادي الاهلي مرانو، وحرص الكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم ان هم توجهوا لملعب النادي الاهلي وهنأوا الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بفوز الاهلي بدرع الدوري. والكابتن طارق العشري كان ليه تصريح قال ان احنا كرياضيين لازم ان احنا نحاول نبرز الروح الرياضيه وان احنا نهني النادي الاهلي والحفاظ على العلاقه الوطيده اللي ما بين اداره النادي الاهلي وما بين الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي وفريق حرس الحدود. وايضا يعني كابتن طارق حاول التبادل وانت بتتكلم كده يا فاروق برضه، يعني هو كابتن طارق العشري طبعا موجود في ملعب المباراه او كابتن طارق ملعب التمرين يعني في ملعب اللي اقيم عليه المران، تبادل الحديث مع المستر مارتن لاسارتي وهنأه على مشوار هذا الاهلي هذا الموسم وتتويجه وبالبطوله كاول بطوله لمستر مارتن لاسارتي مع النادي الاهلي. بخصوص التمرين يا كابتن اسلام، نقدر نقول حاله من التركيز الشديد من جانب لاعب النادي الاهلي، حاله من الثقه والتفاؤل ما بين اللاعبين، ارتفاع الروح المعنويه عند اللاعبين، اكتمال صفوف النادي الاهلي، عدم وجود الحمد لله اي اصابات او اي غيابات عن النادي الاهلي، كلها امور مديه امر من الثقه والتركيز للاعبين. والهدف اللي اجمع عليه اللاعبين ضروره اكمال فرحه الدوري بانتصار. ان كابتن اسلام حضرتك من نجومنا لعبت لقاءات قمه ولعبت الكثير من اللقاءات وعارف قيمه هذه اللقاءات بالنسبه طبعا لجماهير النادي الاهلي، قيمه جماهيريه كبيره جدا. هل في المران كان في حاجه مختلفه النهارده فاروق؟ لا، المران يعني نقدر نقول جزء منه قدرنا ان احنا نتابعه، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان فارض امر من السريه حتى عليكم. ماشي، مقبوله، مفيش مشكله مقبول. ولكن الامر المميز اللي نقدر نتكلم عليه يا كابتن اسلام هو الروح المعنويه عند اللاعبين، حاله الاستعداد للقاء، واللعيبه كلها على ما فاهم ان احنا لازم نسعد جماهير النادي الاهلي. الحاله البدنيه اللي عند اللاعبين يا كابتن اسلام امر مهم جدا، يعني عايزين نحاول الامر ده نوضحه ان الحاله البدنيه اللي عليها لعيب النادي الاهلي
امر مهم جدا للاعبين والروح اللي ما بين اللاعبين. بنشوف بعض المداعبات ما بين مستر مارتن اللافارتي مع وليد ازار ومع صالح جمعه، كان في بعض الثنائيات او النصايح اللي كان يعني ما بين مستر مارتن لاسارتي ووليد ازارو. يعني اتوقع يعني اتمنى ان مستر مارتن لاسارتي بيراهن غدا ان شاء الله على وليد ازارو انه يكون واحد ان شاء الله من نجوم اللقاء امام نادي الزمالك يا كابتن اسلام. يعني طبعا مش هينفع اسالك في حاجات تكتيكيه وحاجات فنيه لانه مش احنا اللي هو بص يا كابتن اسلام، هو في حاجات تكتيكيه. طبعا من الواضح ان هناك يعني حاجه تاكتكس حصل خلال مباراه اليوم، لكن او يعني انا اسف خلال تمرينه اليوم كلنا بنركز في مباراه بكره وبنفكر في مباراه بالظبط كده بالامس. طيب من امس باليوم كان في بعض الامور طبعا التكتيكيه وفي بعض اللي نقدر في بعض المفاجات ان شاء الله هنتمنى بس في بعض المفاجات ان شاء الله في بعض المفاجات مره ثانيه باذن الله. طيب ماشي، خلينا ننتظر بكره ماذا ستكون المفاجآت بكره ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام. ونتمنى المباراه ان شاء الله تخرج في اطار من الروح الرياضيه، وان شاء الله طبعا كلنا نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وكلنا نحتفل بالانتصار. انا بشكرك جدا يا فاروق على كل هذه المعلومات، وجود الكابتن وائل جمعه ووجود الكابتن طارق العشري. كابتن وائل جمعه احد يعني اكثر النجوم لعبا للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وبالتالي شيء مهم جدا وشيء مؤثر جدا للعيبه النادي الاهلي. طيب قبل بس ما